السلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير. كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. وانتم كتشوفوا هذا الفيديو ولا كانت هذه اول مره كتشوفوا فيها القناه ديالي، ما تنساوش الاشتراك وتضغطوا على زر الجرس باش يبقى يوصلكم كل جديد. وكما كنقول لكم ديما، ما تنساونيش ملي لايك ديالكم وتعليقات ديالكم اللي كتزيد كتشجعني اكثر اكثر. وقبل ما نبدا الفيديو ديالي، كنبغي نرحب بكاع الناس اللي انضموا جداد للقناه، وكنقول لهم مرحبا بكم، وكنتمنى ان القناه ديالي والفيديوهات والمحتوى ديالهم ينال الاعجاب ديالكم. كما شفتوا في العنوان، اليوم ان شاء الله اليوم ديال الحد، واخا الفيديو شويه معطل والله الا غير مع المونتاج ما كاينش الوقت للخدمه، وهذا داكشي علاش كنتعطل شويه. المهم هذا الفيديو هذا ديال نهار الحد، ما فقنا في الصباح صراحه، تشهيت الحوت خصوصا ديال في سوق الحد. صافي مشينا لتما حنا، انا وراجلي ودارنا با مي اختي، صافي مشينا لتما. المهم الصباح ما يعني الشغل ديال الدار، وكنت مونطيت وكملت التصوير ديال داك الفيديو اللي كنت اللي حطيت لكم اخر مره ديال دوك المكعبات ديال الثلج. راه حتى النهار الاخر عاد صورت لكم يعني كيفاش كيكونوا. كان هذاك نهار الحد مع الصباح، صافي جمعت الروينه ديال الدار كما ديما، الروينه ديال ديما يعني ما شاركتهاش معكم. صافي وخرجنا. دابا هذه تقريبا جويه الوحده ونص. المهم حنا مشينا في الوقيتة ديال الوقت ديال الغدا، وخا لقينا شويه سوق الحد عامر، ماشي غير شويه، عامر بزاف، خصوصا جهه الماكله صراحه خصك تشدي النوبه ديالك عاد توصلك الغدا. المهم دابا غنخليكم مع الفيديو ونخليكم مع الطريق حتى نوصلوا لتما، وان شاء الله نشارك معكم اي حاجه درناها. صافي هنا كما كتشوفوا، هنا وصلنا لسوق الحد. هنا كما كتشوفوا ديك الطريق اللي كاينه قدام السوق، هنايا الطريق عامره كما كتشوفوا، البلاصه اللي كيبلاصيو فيها الطوموبيلات حتى هي عامره بزز باش لقينا بلاصه. عرفتي راجلي غير كيمكر، راه قلت لك ما نخرجوش الحد، ولكن ما عندنا ما نديرو. هذاك هو النهار اللي كنجلسوا فيه، حتى هو كيعندو الروبو ديالو نهار الحد، انا كنجلس الحد، ما عندنا ما نديرو. المهم هو نصبرو. المهم دابا غادي ندخلوا للبلاصه ديال
الماكله، لانه جينا في الوقيته ديال الغداء، واخا كما قلت لكم تما عامر بزاف، لقينا عامر عامر، خصوصا داك المحل اللي انا كنمشي ليه ديما، ديك البلاصه اللي كنمشيو ليها ديما عامره بزاف. المهم خدينا النوبه ديالنا، المهم حنا جينا حنا الثانيين، لقينا شي ناس كيتسناو حتى جلسوا، عاد جلسنا حتى حنايا. المهم هنايا خدينا الطواجن، انا وقت ما جيت لهنا كناخذ الطاجين على حساب رزان باش تاكل هكا شويه، وكناخذو حتى المقلي. المهم انا خدينا جوج ديال الطواجن كما كتشوفوا. المهم دوك المرافقات ديالهم زيتون زعلوك صراحه فن واعر واعر، واحد الزعلوك وكايا لاصوص صافي. وخدينا حتى الحوت تاهو مقلي، تا هو زوين صراحه. صافي دابا غادي نتغداو وغادي نمشيو للسوق ندورو فيه شويه، صراحه ما عنديش شي فكره ديال شي حاجه غادي ناخذها، ما درتهاش في بالي. المهم غادي ندورو، بان لي شي حاجه غادي ناخذها، ما بان لي والو غندورو. المهم هنا في هذا المحل هذا خديت فيه الشريحه، غادي نصاوب بها واحد الوصفه ديال هذا البرد هذا، تنشاركها معكم ان شاء الله. صافي وخديت رازر واحد اللبسه حتى هي، المهم تمشي للدار ونشاركها معكم. ميتا هي خدات شويه ديال العطريه. صافي هنايا كنا جايين في الطريق، حنا جينا على الطريق ديال الغابه هذيك اللي قريبه لينا كما كتشوفوا، عامره حتى هي، عامره عامره بالناس تبارك الله. زعما نهار الحد كلشي كيكون خارج والله، هادشي عامره بزاف، الطوموبيلات الناس كيديروا الغداء كاسكروت، الصراحه عامره الدنيا. صافي دابا غنمشيو لدارنا، قالوا لنا يلا نمشيو نديروا كاسكروت تما، واخا شربنا غير اتاي صافي ما قدينا على والو. هنا جيت نشارك معكم ديك البيجامه ولا المهم لبسه خديتها على رازام تمايا، الصراحه هي البنات زوينه بزاف، زوينه زوينه زوينه. المهم الثمن ديالها 60 درهم، فاش وصلت للدار وقيستها لها عجبتني، ندمت علاش ما خديت منها واحد جوج ولا ثلاثه، هكا يكونوا مخالفين في اللوان ديالهم، تبدل فيهم تبدل فيهم هكايا في هذا البرد هذا. التوب ديالهم مبرى سخانين كيتيروا يعني، واخا يكون المهم كيتجبدوا تلبسهم. فواخا في الاول قالت لي امي تما راه غتجيها لهاد الفوق يعني غيجيها شويه مزير، ولكن جاها هو هذاك سخونين رطبين، زعما كلشي فيهم زوين. وخديت لها هاد اللبسه هادي، هادي علاش خديتها ليها، حيت اصلا رزان ما كتغطاش ليا بالليل، وكاع اصلا الدراري الصغار، المهم اللي عرفت هو الدراري الصغار ما كيبغيوش يتغطاو بالليل، سواء ما كتبغيش تلبس ليا الطقاشر، داكشي علاش خديت لها هاد اللبسه هادي، نبقى نلبسها ليها هكايا بتقشرات كما كتشوفوا، وسخونه سخونه والتوب ديالها رطب حتى هي. المهم فاش كنا جايين من دارنا، فاش درنا كاسكروت صافي جينا، تركت معايا السويقه، خديت سير، خديت هنايا الرمان، تركت مول الفاكهه، وخديت شويه ديال اللوز شويه ديال الكركاع. المهم خديت الليمون، خديت الليمون كنصايب به كعصير الرزان، والمهم ديسير كان في يدي له كالمدرسه. تركت داك مول 5 دراهم كاين حدايا، خديت عنده هنايا خديت لافوكا حتى هي على حساب العصير. المهم كما قلت لكم تركت مول 5 دراهم كاين قريب ليا، خديت عنده هاد بابي جينيك. المهم انا كنت معوله على داك ديال جوج صاع، صدق ليا داك ديال 4، انا كنت معوله واش داك اللي فيه جوج كيعجبني كناخذو كنمسح به هكا وجهي لا غسلته حسن ما كنمسحو بالفوطه. صافي وخديت عنده هاد هاد الشوكولات ويلي هاد الفرماج هذا. المهم هذا ماشي 5 دراهم، هذا داير 10 ديال الدراهم كما كتشوفوا، فيه 16 قطعه. المهم داير 10 دراهم، خديت جوج صافي. هادشي اللي خديت، داكشي اللي المهم داكشي اللي خاصني هو اللي كناخذ، ما كناخذش انا شي كونتيتي اللي كتكون كثيره وكنخبي. الحمد لله انا قريب ليا كلشي، قريب ليا السويقه، قريب ليا مول 5 دراهم، قريب ليا الجزائر، مول الدجاج، ما الحمد لله جيت واحد البلاصه زعما قريب فيها كلشي، قريبه ليا السويقه، المهم الحمد لله. المهم من بعد ما رجعت كلشي لبلاصتو، هنا راجلي جا صايب لنا واحد العصير، صراحه ما بغيناش العشاء، ما بغيناش ما قديناش عليه، باقي زعما كلينا عرقناه حوت. صافي انا غنصايبو غير واحد العصير، واحد العصير، وهو رزان غنطيب ليهم الروز. صافي رزان كيعجبها كتحمق على الروز، الروز هو عينيها، الروز واللبن كيعجبوها. المهم درت لها الروز هو والعصير، داكشي علاش ما خديتش اللبن لانه عرفنا غنديروا العصير. المهم العصير اللي غيدير هو لافوكا والبنان، وغادي يدير فيهم التمر، التمر غادي نحليه بالتمر، زعما شويه ديال الاكل الصحي ما نديروش سنيده. المهم شويه ديال التمر، وغيدير فيهم شويه ديال الكركاع، شويه ديال اللوز، وهذاك الكاس ديال الماء غيدير معاهم كاس ديال الماء، لان ما غاديش نديرو فيهم الحليب هكا داك السائل، غنديرو الحليب غبره نيدو هو اللي كندير انا في العصير. صافي هنايا قطع لافوكا كما كتشوفوا، دار البنان حتى هويا. صافي هنا دار التمر كما قلت لكم، غادي نحليوه بالتمر، وهنايا غيدير شويه ديال اللوز وشويه ديال الكركاع، كيحسبوهم كياخذ وحده بوحده. صافي يعني شويه ديال اللوز كما قلت لكم، شويه ديال الكركاع،
غادي يدير الحليب غبره او لانيدو. المهم هنا كما كتشوفوا دار 3 ديال المعالق رزان معاونه عطاتو الغطايه ديال داك. المهم ديك فاش كندير فاش كيكون نيدو. وهنا غيدير داك كاس ديال الماء. بالنسبه للكاس ديال الماء علاش دار كاس؟ حتى يطحن مزيان، لان ولا ملي كنديروا الماء ولا العصير ديال الليمون كي الا درناه كثير ما كيطحنش مزيان. حتى كيطحن عاد ديك الساعه كنزيدوا الماء اولا الليمون. الا كنا دايرين عصير الليمون كنزيدوا الليمون حتى كنحصلوا على القوام اللي بغينا. هنا العصير كما كتشوفوا كيجي على هذا الشكل هذا زوين. المهم عصير راه معروف، عصير ديال لافوكا والحليب والبنان والمكسرات ممكن يجي على هذا الشكل هذا. صافي. وهنا الرز اللي قلت لكم طيبت الرزان وراجلي، اما انا ما كنتعشاش صراحه، ما كنتعشى. صافي درت لي عليه كشويه ديال زيت الزيتون او زيت العود كما كنقولوا من الفوق. صافي وهذا هو العشاء ديالهم. انا غنشرب كاس ديال العصير. صافي الله يجعل البركه. وهكذا كيكون الفيديو ديالي وصل للنهايه ديالو. كنتمنى انه يعجبكم، والا عجبكم ما تنساوش تخليوا لي لايك عاوتاني زوين بحالكم وشي تعليق يكون مشجع. والى فيديو اخر. السلام عليكم. خليت لكم السلامه.